يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ ويقول: هل يجوز لي الجمع والقصر من الزلف إلى المجمعة حيث أنني أتردد يوميا على ذلك؟ إذا كان ما بينهما يبلغ 80 كيلو فأكثر، ما بين نهاية بنيان الزلف وبداية بنيان المجمعة أو العكس يبلغ 80 كيلو، فإنك تجمع وتقصر ولو تكرر ذلك في كل يوم.